بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه في شأن سيدتنا ومولاتنا خديجة عليها السلام: ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. هدية إلى سيدتنا ومولاتنا خديجة، نرفع أصواتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا من سيرة أم الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم وعليها، أم 12 معصوما من المعصومين عليهم السلام. هذه السيدة الكاملة والصديقة الجليلة هي خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. نتحدث في شيء يسير عن صفاتها وعن سيرتها، ونعلم أنه لا يمكن الإحاطة إلا بالقليل من ذلك. نذكرها ونتذكر سيرتها ونستشفع إلى الله عز وجل بمنزلتها في قضاء حوائجنا للدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. أول ما سنلتقي مع لقب الطاهرة التي والذي كانت تعرف به سيدتنا خديجة عليها السلام، كانت تعرف في الجاهلية وقبل الإسلام بالطاهرة،
وهذه نقطة ينبغي التوقف عندها. فلأن يعرف إنسان بالطاهر أو تعرف امرأة بالطاهرة بعد مجيء الإسلام وبعد وصول التشريعات التي تحث على العفة وتأمر بالطهارة سواء الخارجية أو الداخلية، هذا أمر مفهوم ومعروف، ولا سيما إذا كان هذا الإنسان في بيئة مساعدة على هذا الأمر. الآن الكثير من المؤمنين ممن يسمعون هذا الكلام والمؤمنات أيضا يتمتعون بالطهارة، وذلك لالتزامهم بالتشريعات الدينية التي تؤكد على هذا المعنى، فتقول هذا إنسان طاهر سواء طهارة خارجية أو طهارة داخلية. وهناك بيئة وأجواء تساعدهم على ذلك، هم يعيشون بحمد الله في هذه البلاد المسلمة والتي تقام فيها الشرائع والعبادات والأعمال، وأكثر الناس يلتزمون بها، ولذلك تحصل بيئة مساعدة للإنسان على أن يكون طاهرا، تشجعه تلك البيئة على مثل هذا الأمر، هذا مفهوم. لكن لو نظرنا إلى البيئة التي عاشت فيها سيدتنا خديجة عليها السلام، وهي بيئة الجاهلية قبل الإسلام، وكانت معروفة بذلك قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه أولا لا توجد حالة دينية ولا ثقافة اجتماعية ولا بيئة مساعدة على أن يسلك الإنسان طريق الطهارة. دين اللي يكون شائع في ذلك الوقت وفيه أوامر ونواهي تشجع على الطهارة ما كان موجود قبل الإسلام، كذلك بيئة اجتماعية مساعدة لم تكن، بالعكس كانت البيئة العامة بيئة فاسدة، بيئة منحرفة متهتكة، إلى حد أنه قضية البغاء لم يكن شيئا مستنكرا بل كان تجارة. الآية المباركة المعروفة: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، كانت ناظرة إلى هذه البيئات، فقد كان بعض القرشيين كما يستثمرون مثلا في الخضار وفي الحنطة أيضا يستثمرون في تجارة الجنس المحرمة، يأتون يشترون جواري واللي عبر عنهم القرآن بالفتيات، يشترون الجواري ثم يعينون لهم أماكن ودور، و معروفة هذه الدور، أن يأتي الإنسان في ذلك الوقت ويمارس متعته المنحرفة غير المشروعة الجنسية في مقابل مبلغ من المال يأخذه مالك تلك الجارية، مثل الشركات الآن في بعض الدول الغربية. فما كان قضية العفة في هذا الجانب ما كانت موجودة، بالعكس قلت هذه كانت حالة تجارة أصلا من التجارات الموجودة، وما كان شيئا مستنكرا للغاية، فإنه بعض
دور كانت ذات أعلام عليها إشارات أنه هذا البيت مثلا أو هذه المرأة تعطي المتعة المحرمة، وكان بعض كبار قريش يأتون مثل هذا الأمر وما يجدونه مخالف إلى شخصياتهم وحضورهم الاجتماعي. وقضية أبي سفيان وموضوع عبيد اللي أنتج منه زياد واضحة في هذا الجانب. فالبيئة أيضا كانت بيئة لا تناسب بيئة الطهارة ولا بيئة العفة ولا بيئة الالتزام الأخلاقي. لا دين أكو يمنع من هالأمور، لا بيئة اجتماعية أيضا تمنع. وكان أمر المال أيضا ميسورا، ولا سيما بالنسبة إلى خديجة عليها السلام التي كانت ذات ثراء عريض. وفي مرحلة الشباب كل هذه الأمور كانت تساعد على أن يسلك البعض سلوك الانحراف، سلوك خلاف العفة في هذه البيئة التي منها النوع. خديجة كانت الطاهرة، لا مو كانت الطاهرة، كانت تعرف بالطاهرة، فإن هناك كثير من الطاهرات مثلا من نساء بني هاشم كن نساء طاهرات متدينات. بعض القبائل الأخرى أيضا فيهن نساء عفيفات، لكن أن تعرف امرأة على مستوى المجتمع هذا كله تعرف بأنها طاهرة، هذا شيء استثنائي. الآن الذين هم أمامي مثلا مؤمنون أطهار وأطياب، لكن أن يعرف واحد منهم على مستوى المجتمع ترى فلان متدين، هذا يختلف عن غيره، وإن كان اللي بجنبه أيضا متدين، لكن أن يعرف ويشتهر بين الناس بأنه ترى هذا إنسان متدين، هذا إنسان طاهر، هذا إنسان نظيف، معنى ذلك أنه فاق أقرانه في هذه الجهة. مو فقط هو متدين كما هم متدينون، وإنما هو عرف بين الناس بذلك. خديجة مو فقط كانت طاهرة في ذاك المجتمع الجاهلي، وإنما عرفت بالطاهرة، يعني إليها سمعة اجتماعية أن هذه امرأة طاهرة، وهذه ميزة. هاللقب هذا ما وجدناه يعني في خلال مطالعتنا التاريخية أن امرأة في تلك الحقبة الزمنية كخديجة عرفت بالطاهرة، ما وجدنا هذا الأمر. هذا ما قبل الإسلام وفي زمان الجاهلية. ما بعد ذلك عرفها رسول الله صلى الله عليه وآله على أنها الكاملة وأنها سيدة نساء الجنة. الكاملة ورد في حديث رسول الله محمد أنه قال: كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع: خديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم، وفاطمة بنت محمد. الكمال هنا طبعا هالأربع مو يعني ليس يوجد كاملة إلا هؤلاء، هذا يسمون حصر إضافي. الرسول صلى الله عليه وآله كان في تلك الفترة يريد أن يؤكد على هذه النساء، ربما فيما بعد تجي مثل زينب أيضا كاملة مثلا، ولكن ضمن تلك الفترة وضمن تلك البرهة رسول الله يريد أن يؤكد على هذه المجموعة.
لا سيما أن صيغة الحديث ليست صيغة النفي والاستثناء، لو قال وما كمل من النساء إلا فلانة وفلانة وفلانة لا، رح يختلف المعنى إلى حد ما. هذه صيغة إثباتية، وصيغة الإثبات كما يقولون لا تنافي وجود أخريات. فكمل من الرجال كثير وكمل من النساء أربع أولاهن خديجة. كثرة الكمال في الرجال مع ملاحظة أن النبوات فيهم والوصاية والأوصياء منهم، ومع ملاحظة تركيبة الرجل بما خلقه الله له من تعادل في العاطفة والعقل والحكمة يجعل النسبة هنا أكثر، وأن النساء باعتبار أنهن خلقن لأدوار عالية ومهمة ترتبط بالمشاعر والعواطف وما شابه ذلك، فالعاطفة والمشاعر قد لا توازن دائما الحكمة، فيها شيء من الميلان. فإذا امرأة مع وجود ذلك كملت، هذا يتبين أنها مشت مشوار طويل جدا في تكميل ذاتها وفي السيطرة على عواطفها حتى لا تميل يمينا وشمالا بمقدار يخالف الكمال. فمنهن خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، وفي حديث آخر سيدات نساء الجنة أربع، نفس الأربع هؤلاء، خديجة بنت خويلد، مريم، وآسية، وفاطمة صلوات الله عليهم، وأفضلهن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. وأظن الثاني نتيجة طبيعية للأول، يعني إذا كملنا من بين سائر النساء وفوق سائر النساء فمن الطبيعي أن يكن سيدات نساء الجنة. خديجة كانت هكذا، هم وردت في حديث رسول الله على أنها الكاملة، الكاملة هنا وهي الطاهرة قبل الإسلام، وهي سيدة نساء الجنة فيما بعد البعثة والحشر والنشور، رزقنا الله وإياكم شفاعتها وشفاعة ابنتها الصديقة الزهراء وشفاعة أبنائها المعصومين عليهم السلام. هذا فيما يرتبط ببعض الألقاب التي تحلت بها السيدة خديجة سلام الله عليها. الحديث الذي ذكرناه هو إجابة من رسول الله صلى الله عليه وآله على من ذكر خديجة فقال إن الله قد أبدلك خيرا منها. بحسب المقاييس العادية الله عوضك، أكو هناك نساء زوجات شابات ومكتهلات وجميلات ومتعددات وإلى غير ذلك، هناك تسع من النساء كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فإما كلهن أو بعضهن. فقال رسول الله لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. ليش؟ علل ذلك بأنه قال آمنت بي حين كفر بي الناس، هي السابقة إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله، وصدقتني حين كذبني الناس،
وواستني بمالها حين حرمني الناس، ورزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. طبعا كما ذكرنا ذات مرة أن هذا الحديث هو قبل سنة 8 هجرية، لأن سنة 8 هجرية المقوقس عاهل الإسكندرية في مصر أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هدايا، من جملتها جارية هي مارية القبطية، فلما دخل بها رسول الله صلى الله عليه وآله أنجبت له إبراهيم، وإبراهيم ابن رسول الله ما لبث فترة قصيرة من الزمان حتى اختاره الله إليه، وكأن ذلك لكي ينحصر امتداد رسول الله ونسل رسول الله وشجرة رسول الله في خديجة بنت خويلد من خصوص فاطمة. رزقت الولد منها ولم أرزق من غيرها. طبعا نحن نعتقد وعندنا الأدلة على ذلك أن خديجة أنجبت لرسول الله ابنين وأربع بنات، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وهي خير النساء، وذكرنا في بعض السنوات السابقة في محاضرة في هذا المكان أيضا الأدلة على ذلك، وكتبناه في كتاب إنهما ناصران عن أبي طالب وعن خديجة، فاللي يريد تفصيل الأدلة هناك موجود. نفس أن يرزق رسول الله صلى الله عليه وآله منها هؤلاء الولد ويصير امتداده في الأمة وبقاء نسبه في الأمة راجع إليها بواسطة فاطمة، هذا محل التأمل، لأن بقية النساء كأنه لا يوجد هناك مانع نفهمه من عدم إنجابهن، فيهن شابات صغيرات بقين معه نحو 8 سنوات، وفيهن متوسطات كأم سلمة مثلا، وكان لها أيضا أولاد وعمرها في ذلك الوقت نحو 30 سنة، وبعدها غيرها وزينب بنت جحش وزينب أم المساكين ولكن سبحان الله لم يرزق الولد إلا من خديجة، وامتد نسله من خلال فاطمة أي من خديجة، هذا أيضا محل تأمل. أما هي خديجة فصدقت برسول الله وآمنت به من اليوم الأول الذي جاءه الوحي، وإن كنا نحن لا نعتقد بما ورد في بعض مصادر المسلمين من أن النبي رجع على أثر نزول جبرائيل إلى بيته فزعا مضطربا، وأنه خديجة راحت وجابت ورق ابن نوفل ورق قنع النبي بأن هذا ترى هو الوحي لا تخاف وكذا، هذه كلها الروايات لا صحة لها عندنا، وقد نفاها أئمة أهل البيت عليهم السلام. ذكرنا جانبا منها في كتاب رحمة للعالمين من سلسلة النبي والعترة حول سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلى أي حال خديجة كانت أول المؤمنات، رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعرف نبوته من أيام شبابه، كان الحجر الذي بقي في مكة وأشار إليه رسول الله قال هذا الحجر كان يسلم علي بالنبوة قبل جبرائيل وقبل غيره، والأحبار والرهبان الذين كانوا خارج الدين كانوا يدرون هذا رسول الله،
رسول الله ما يدري عن روحه ويخاف ويرتعب وما مقتنع بحاله ويحتاج إلى ورقة ابن نوفل يجي اللي مات كافرا، ورقة مات وهو غير مؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، فهذه روايات لا نعتقد أنها سليمة. خديجة كانت أول من آمنت برسول الله، أول من صدقت برسول الله صلى الله عليه وآله وواسته بمالها. كانت خديجة متمولة وثرية جدا، وأن تنفق الزوجة في شؤون زوجها مو حياتهم الخاصة وإنما مشروعه برنامجه العام، هذا يحتاج إلى شيء استثنائي. الآن أيها الإخوة، في بعض الأسر مسألة المال والإنفاق معضلة من المعضلات، الزوجة موظفة والزوج يطالبها لازم تنفقي، لازم تشاركي في قسم من الإيجار، ولازم تعطي للأولاد، ولازم كذا، وهي تقول لا، أنا هذه أموالي الخاصة والمسؤولية عليك، وتعالي ابدأي يا مشاكل، مع أن الأولاد أولادهما معا والبيت بيتهما معا، لكن أحيانا وأحضرت الأنفس الشحة، يعني هم هذا الزوج عنده شحة وأحيانا الزوجة عندها شح، فلا هذا حاضر ينفق يقول لا لازم هي أيضا تشارك، ولا هي أيضا حاضرة تشارك تقول لا هذه أموالي الخاصة وأنت مسؤوليتك الشرعية. هذا قلت يعني مشكلة هذا، مع أن البيت للجميع والأبناء أبناء الجميع والأكل للجميع، مع ذلك نجد في بعض الأسر، الحمد لله في من يسمع ماكو هذا الأمر، لكن نجد في بعض الأسر شحا من هنا وبخلا من هناك، فكيف إذا كان هذا، إذا قسم تصرف من مالها أو من ماله، فكيف بامرأة أنفقت مالها كله، مو في قضية البيت، في رسالة رسول الله، في مشروعه الخارجي. نعم ساعدت النبي في ما يرتبط بداخل الأسرة، لكن الإنفاقات العظيمة كانت إنفاقات على الدعوة والرسالة، حتى أن أحدهم سأل أمير المؤمنين عليه السلام وقال له يا أبا الحسن، أنت تقول أن رسول الله أعطى فلانا كذا درهم واشترى ذلك العبد الفلاني بكذا درهم وحرر هذا ومول فلوس الذاهبين إلى الحبشة في هجرتين متتاليتين، باعتبار أنه هذا الخب ما راح يأكلون في الطريق الهوى، وكانوا يحتاجون إلى إيجار، كانوا يحتاجون إلى أموال، وأكثرهم كانوا ضعفاء فقراء، وقسم منهم كانوا عبيدا، من وين هذا كان؟ أنت تقول الرسول صلى الله عليه وآله أعطى لهذا وأعطى إلى ذاك ونفح هذا وأنفق على، من وين إلى رسول الله هذه الأموال؟ قال ويحك، فأين ذهب مال خديجة إذن؟ رسول صحيح ما كان متمولا، ما كان ثريا وغنيا، اختار هو ذلك. نزل عليه جبرائيل وقال له إن الله يخيرك أن تكون نبيا ملكا كسليمان، أموال عندك، أجعل لك هذا الصفا كله ذهب وتبقى نبي، أو أن تكون نبيا عبدا، ما عندك تلك الأموال. قال أكون نبيا عبدا، أجوع يوما فأسأل الله من فضله، وأشبع فأشكر الله على نعمتي، هذا أحسن إلي. مو قوترة ترى النبي وصل إلى هالمقام العظيم، مقام العبودية والتواضع والخضوع إلى هالمقدار، هذا يقول له ما ينقص من قدرك ذاك شيء، حتى لو صار عندك فلوس ما ينقص قدرك، قال لا أنا أريد عبد لله عز وجل. لذلك بقي في وأشهد أن محمدا شنو؟ عبده ورسوله،
عبده هو رسول، وهو يتفاخر يقول له، تقول له امرأة إنك لتجلس جلسة العبد وتأكل أكلة العبد على التراب تقعد؟ قال ويحك أي عبد أعبد مني، ماكو واحد أكثر عبودية مني، أنا هذا فخر إلي لما أكون عبد بهذه الطريقة. فأنفقت على رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله تلك الإنفاقات العظيمة. اختارت رسول الله، هي اختارت رسول الله للزواج قبل أن يختارها رسول الله، وهذا من كمال عقلها، لأنها فعلت ذلك هذا من علامات الكمال. فإن خديجة بنت خويلد فيما ذكر كانت جالسة في فناء الكعبة في مجتمع النساء، الآن أيضا موجود قسم للنساء يجلسن يتعبدن بعدما يطوفن، ذاك الوقت أيضا كان هذا. فمر عليهن أحد الأحبار فقال يا معشر نساء قريش يوشك أن يظهر نبي في مكة، فمن كانت زوجته فهي سعيدة الحظ حقا. الآن وقت بعثة رسول من الرسل، يا حسن حظها اللي راح تكون زوجته، باقي النساء تضاحكن، وأما خديجة فإنها جمعت هذا الكلام إلى ما كانت تسمعه عن بعثة نبي في مكة وأنه لن يكون إلا محمد بن عبد الله. وأخذت تبحث في الأمر وتعزم عليه وتصمم فيه، واتخذت خطوات وعرضت على رسول الله عبر أبي طالب أن يخرج محمد ابن أخيه في تجارتها على طريق المضاربة، وكان لها مال كثير، سبعض المؤرخين يبالغون في ذلك، مثلا الديار بكري يقول كان لها 80,000 بعير، نعتقد أن هذا فيه مبالغة، 80,000 بعير في حوزة امرأة في مكة نعتقد فيه مبالغة، ولكن من المتفق عليه أنها كانت ثرية جدا، وكانت تتاجر بأموالها في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن وإلى الشام. فبهالطريقة أرسلت خلف رسول الله عن طريق أبي طالب أنه لو يخرج ابن أخيك في التجارة هو يستفيد وينتفع وإحنا أيضا، بس غرضها هي لم يكن قضية التجارة ولا المال، وإنما كانت تريد أن تصل إلى أن هاي المعلومات اللي توصلت إلها أن النبي المبعوث هو محمد بن عبد الله بالضبط، لولا لازم واحد يكتشف هذا، ما يكتشف في جلسة وجلستين، وإنما في السفر أبو شهرين وأكثر معاملته مع الناس، وحين يخلو بنفسه ينكشف الإنسان. وبالفعل عينت معه مساعدين حتى ينقلوا لها كل ما كان يصدر منه، فلما ذهبوا ورجعوا قالوا لهذا الذي وجدنا، عرفت أنه هو لا سواه. بدأت الخطوة الثانية، أرسلت نفيسة بنت منية وكانت من خواصها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هي اختارت النبي. فذهبت هذه نفيسة وقالت لرسول الله يا محمد أما آن لك أن تتزوج؟ قال ما عندي ما أتزوج به الآن، قدرتي على الزواج الآن ليست موجودة من الناحية المادية. قال كفيت ذلك، ما تحتاج أنت إلى أموال،
أفلا أخطب لك حيث الشرف والمكانة؟ قال: من؟ قالت: خديجة بنت خويلد. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: خديجة ذات المال والثراء وكذا. فقالت: هي تريد ذلك، هي تريد ذلك. يعني لا تتصور أنه ما دام عندها أموال فإذا لا ترغب فيك، لا، هي تريد ذلك. فرتبت الأمر على كل حال، هذه المرأة نفيسة بنت منية، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة وعمرها 27 سنة، 28 سنة، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا. هذا على خلاف ما تذهب إليه بعض المصادر التي تصر على أنها كان عمرها 40 سنة، وهو في مقام الانتقاص طبعا من سيدة خديجة. نحن نعتقد أن خديجة لم يسبق لها الزواج من أحد، لا لأنه لا يناسب النبي أن يتزوج ثيبا، لا، مو هالشكل، لأن النبي تزوج فيما بعد ثيبة، ونعمة المرأة كانت أم سلمة ومنجبة أيضا، كان عندها أبناء، وعند الإمامية تعتبر بعد خديجة في المنزلة، وهي امرأة ثيبة. وهو راح خطبها النبي، ها، ولما قالت إلى أنا امرأة مصبية، يعني عندي صبيان، وغيرة، يعني عندي حالة من حب الامتلاك والغيرة، قال لها: أما صبيانك فعلي، وأما غيرتك فأسأل الله أن يذهبها عنك. حلت المشكلة. فمو لأن النبي ما يصير يتزوج ثيب، لا، ليس كذلك، وإنما وضع خديجة بما كانت عليه من الطهارة في الجاهلية والشخصية الاستثنائية والمال الكثير، كانت هي التي تختار وتقرر نعم أو لا. ما كان أبوها ذاك الوقت أيضا ما كان موجود حتى يقولها على طريقة بعض الناس، احنا ما عندنا مرة تقول لا. طيب، كانت امرأة حازمة، كانت امرأة جلدة، ومو هي وحيدها، جد رسول الله هاشم أيضا، سلمى زوجته من بني النجار، كانت هكذا. هاشم جد رسول الله كان راجعا من تجارته من فلسطين، فرأى امرأة تأمر وتنهى وعندها تجارة عريضة وشخصية قوية، فسأل عنها: أعاتق هذه أم متزوجة؟ قال له: لا، عاتق إلى الآن، بعده لا تزال لم تتزوج. فسأل عنها على أساس أن يتزوجها، قالوا له: ترى هذه عندها شغلة مو عادية، هذه أولا لابد واحد ينتسب إلها، فإذا كان نسبه مناسب هاي الخطوة له، إذا مو مناسب تقول أصلا ما يحتاج أشوفه، زين، موقعه الاجتماعي، نسبه، شخصيته. فإذا كان كذلك تقول: أقعد وياه قعدة ثم أنا أقرر أقبله أو لا. النظرة الشرعية بس بالعكس، هي تسوي إليه نظرة شرعية. فإذا قبلته قالت له: على الرحب والسعة، ما قبلت له تقول له: توكل على الله، بل ما يخالف. فانتسب لها أنه هذا هاشم من قريش كذا، فقالت: نعم، خلي نقعد وياه. فلما جلست معه وأخذت وأعطت وكلام وسؤاله، شافت شخصيته، قالت: هذا اللي كنت أنا أدور عليه، وفعلا تم الزواج. أكو بعض النساء في قريش كانت هكذا، في العرب كانت هكذا، هي لها القرار. خديجة كانت من هذا النوع، ولذلك لما تقدم لها قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ذكروا هذا في التاريخ، تقدم لها أبو سفيان رفضت، تقدم لها عقبة ابن أبي معيط رفضت ذلك،
مع أنه بحسب مقاييس ذاك الزمان في الحالة الجاهلية المحظوظة اللي تحصل واحد من زعماء قريش أموال وراحة وإلى آخره. خديجة رفضت ذلك، وهذا يدعونا لأن نقول ما ذكر أسماؤهم ممن لا يعرف عنهم لا اسم ولا رسم ولا تاريخ ولا جغرافيا، من أنه تزوجها اثنان هذا لا يصح أبدا في الحالة التاريخية. فتزوجها رسول الله وعمرها كان 28 سنة. إذا تريد أسهل حساب سريع يعني ما يحتاج نتعطل فيه، الثابت تاريخيا أن خديجة توفيت وعمرها 53 سنة، والقول بأنها توفيت وعمرها 65 سنة قول يصفه المؤرخون بأنه قول شاذ. راجعوا الحاكم في المستدرك على الصحيحين، الحاكم النيشابوري، وراجعوا غيره، يقولون هذا قول أنها توفيت وعمرها 65 سنة قول شاذ، والصحيح أنها توفيت وعمرها 53 سنة، بعضهم قال 55 لكن الرأي الراجح 53. شيل منها 53 سنة 25 سنة بقيتها مع رسول الله، كم الناتج؟ 53 ناقص 25 يصير 28 سنة، 15 سنة كانت معه قبل البعثة وعشر سنوات معه بعد البعثة. فعمرها عندما تزوجها رسول الله كان 28 سنة أكثر من هذا. ابن كثير الدمشقي في كتابه البداية والنهاية يقول وقيل كان عمرها 25 سنة، يعني بنفس عمر رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن نعتقد أن عمرها كان 28 سنة، بس حتى القول بخمسة وعشرين صحيح. وأما القول بأنها 40 بأنها كانت 40 سنة فرأي وقول يعتبر شاذا معتمدا على أنها توفيت وعمرها 65 سنة وهو غير صحيح. تزوجها رسول الله، أنعم الله عليه منها بعبد الله والطيب وبأربع بنات هن رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة، و أشرت إلى ذلك أن هناك أدلة كثيرة على هذا المعنى، وهذا أيضا هو منقبة لفاطمة. لا تتصور فاطمة لأنها بنت رسول الله صار إليها العظمة، لا، فإن باقي البنات أيضا كن بنات رسول الله وبنات خديجة ما لهم العظمة هذه، إنما عظمة فاطمة لجهاتها الذاتية والخاصة، مو لأنها فقط بنت خديجة من رسول الله، هذا فخر، ولكن ليس كل الأمر هكذا. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وبقيت معه مدافعة عنه محامية له، صرفت مدافعة عنه فعلا مدافع، ولم يتغير سبحان الله هذه المرأة في علاقتها مع رسول الله، لم يتغير حنوها وعطفها وحمايتها ورعايتها لرسول الله بعد البعثة عما كانت قبل البعثة. يعني أحيانا أنت تشوف مثلا واحد قبل ما يدري أنك مثلا ولي من أولياء الله علاقته وياك مو هالقد، بعد ما يدري أنه لا أنت ولي من أولياء الله تتغير. خديجة قبل بعثة النبي وبعد بعثة النبي في حنوها وعطفها ورعايتها كانت واحدة، الشيء اللي زاد بعد البعثة هو إيمانها برسول الله وبرسالته وإنفاقها على دعوته، وإلا كانت قبل ذلك أيضا تنفق على البيت وعلى النبي في حاجاته وأغراضه كانت تنفق، لكن فيما بعد أضافت شيئا
وهو الإيمان برسالته والإنفاق على الرسالة، كما نقلنا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإلا امرأة في زمان ما قبل البعثة تصعد إلى غار حراء في جبل ثور، ترايحين مكة رزقكم الله وإيانا مرارا وتكرارا بين وسط مكة، وكان بيت خديجة قريبا من الكعبة، من وسط مكة إلى جبل ثور غار حراء مسافة طويلة، خصوصا في تلك الأزمان قفر صحراء، وتصعد إلى هذا الجبل اللي قد يحتاج أحيانا إلى ساعتين إلى أن واحد يوصل إلى فوق، وبيدها طعام رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله يتعبد ويتحنث وهي رايح، هذا قبل البعثة، وهي تحمل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه امرأة استثنائية حقيقة. كان فيما بعد يرمون الأحجار على منزل رسول الله صلى الله عليه وآله، فتخرج: ويحكم يا معاشر العرب، أترجم المرأة في بيتها؟ ذبون علينا الأحجار وإحنا في بيوتنا آمنين مطمئنين، ودفاعها كان عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وسائر الموارد التي تذكر إذا أبطأ عنها رسول الله صلى الله عليه وآله على غير ميعاد تقوم قيامتها، لا تترك مكانا إلا وتبحث عنه صلوات الله عليه وعليها. فهذه المرأة بهذه العظمة وبهذه المنزلة، لذلك لما يقول ما أبدلني الله خيرا منها في محله، مو مكان مجاملة، هذا من الكلام الحق الذي لا يعد الواقع قيد أنملة. فبقيت مع رسول الله، عاشت معه، أنجبت له، وقرت مقامه، كان يحب من يحب خديجة، كان يحترم من كان يهدي إلى خديجة، إذا سمع صوتا يشبه صوت خديجة يطير فرحا بذلك. قيل إنه جاءت إلى رسول الله بعد وفاة خديجة أختها، فلما تكلمت من وراء الباب قام يركض: صوت خديجة، والله صوت خديجة. قال عنها: إني رزقت حبها، الله رزقني حبها. مع وجودها النساء الكثيرات وفيهن الجليلات، لكن هذه شيء آخر استثنائي. امرأة أعطت من أموالها حتى اشتهر في الأثر أنه قام الإسلام بسيف علي ومال خديجة، أعطت الأموال. احنا ما نقول مثل الديار بكري، لكن كانت ثرية جدا، كانت غنية جدا، وصل بها الحال من إنفاقها حيث لم تدخر شيئا لنفسها، لا طعاما ولا لباسا، كل كانت تعطيه لرسول الله ليصرفه في سبيل الدين. حوصرت كما حوصر بنو هاشم والمؤمنون برسول الله في شعب أبي طالب، معروف إلى الآن شعب أبي طالب مكانه في مكة المكرمة، وفرضت عليهم قريش المقاطعة الاقتصادية، تكلمنا عنها ذات ليلة، وأصبح هؤلاء لا يجدون من الطعام شيئا، حتى قيل إن بعضهم كان يمضغ ورق الأشجار. خديجة عليها السلام اللي كانت بذلك المال العظيم أصبح لا يوجد عندها ملابس كافية لكفنها، لكثرة ما أعطت ومنحت وأهدت
وبذلت، حتى قيل إنه لما حضرتها الوفاة ما كان عندها من اللباس ما يكفي لها للكفن. تدري كفن المرأة 3 قطع ويحتاج إليها شيء أكثر مما هو للرجل، وثيابها لا تفي بذلك، لا تكفي لذلك. فقالت لابنتها الزهراء عليها السلام أن تطلب من أبيها رسول الله رداءه عباءته لتكون كفنا لها، تكمل الكفن مالها بعباءة رسول الله تبركا بها. وها هي صلوات الله عليها كما قالوا على حصير هو والتراب واحد، حصير متداعي في شأب أبي طالب. هذه اللي كانت ملكة من حيث الثرى، الآن آخر حياتها أثر عليها التعب البدني والتعب النفسي وغير ذلك، وهي مضطجعة على ذلك الحصير الذي هو التراب شيء واحد. فالتفتت إلى ابنتها الزهراء، زهراء ذاك الوقت عمرها 5 سنوات وتزيد قليلا، لأنها ولدت الزهراء في 5 بعد البعثة. فقالت لها أمها والآن سعى 10 للبعثة وفاة السيدة خديجة، فقالت لابنتها بنية اذهبي إلى رسول الله إلى أبيك وأبلغيه عني السلام وقولي له إن أمي لما بها راحلة وهي تسألك رداءك يكون كفنا لها. أمي بعد خلص رايحة إلى ذلك العالم، تبلغك السلام وتطلب منك هذا الرداء. طول عمرها حسب تعبيرنا هي تعطي وتعطي ويدها هي يد العطاء، الآن المرة الأولى اللي تمد إيدها لكي تأخذ شيئا من رسول الله، وما تريد شيء مال وإنما تريد بركة بردائه. قالوا جاءت الزهراء مسرعة إلى الرسول وكان في بعض شأنه مع المسلمين، فقالت له يا أبا أمي تبلغك السلام وتقول إنها لما بها راحلة وتستميحك رداءك يكون كفنا لها. فبكى رسول الله وجاء مسرعا إلى خديجة، شافها على ذلك الحصير المتداعي فدمعت عيناه وقال بالرغم مني والكره مني ما أرى يا خديجة، يعني غصبا علي أنا أشوفك بهذا الحال، أن تحضرك الوفاة وأنت على التراب في الوقت اللي أنت وهبت إلى الدين كل هذه الهبات وهذه العطايا، صعب علي أنا رسول الله. وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. وخلع رداءه وأهداه إلى خديجة ليكون كفنا لها. قال أرباب الخبر هنا نزل جبرائيل الأمين ومعه كفن من الجنة، وقال يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ عليك وعلى خديجة السلام ويقول لك هذا كفن خديجة من عند الله. من الجنة فصار عند خديجة كفنين، كفن إلهي رباني وكفن نبوي محمدي، اللي بقى بلا كفن مو خديجة ترى. خديجة وإن عز على رسول الله صلى الله عليه وآله لكنها لم تبق بلا كفن، كفنان، وتستاهل خديجة فوق كل هذا. لكن الذي بقي بلا غسل ما غسلوه ولا لفوه في كفن يوم الطفوف ولا مدوا عليه رداء، عار تجول عليه الخيل، ما غسلوه ولا
لفوه في كفن يوم الطفوف ولا أمدوا عليه ردا عار تجول عليه الخيل عادية حاكت له الريح ضافي مئزر وردا. كأن الأمر حز في قلب السيدة زينب أنه تبقى جنازته على التراب من غير تجهيز ولا دفن، فجاءت إلى وسط الميدان وقالت: يا عمر بن سعد، أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه؟ ماكو أحد ينزل إليه ويسعى في تجهيزه وتكفينه ودفنه؟ فعلا قالوا إلها: نعم، حاضرين أن نجي إلى الحسين، ولكن بأية حال نأتي إليه بالأكفان والدفن؟ لا، وإنما جاءوا بخيولهم الأعوجية وداسوا على صدر الحسين حتى حطموا أضلاعه. ساعد الله زينب وهي تنادي: يا قوم، ما فيكم رحيم؟ يجهز ابنه هذا جسد حامي الظعن فوق الثرى عاري بلا يكفى، وين اللي يغسل جثة ابن أمي ويكفل؟ يجهز جنازة أبو علي وبالقبر يدفن. ولي على العاريان طلعت من الجيمان عشرة ورضضت، طلعت من الجيمان عشرة ورضضت صدرايا، وزينب تعاين كيف يتكسر خرز ضايا هراما، وتهمي الدمع غدرا صاحت: يا خويا، سنة الله فيك، خلو شفنا المنازع لا قضى عينه يغمضوا. ويلي على العطشان، فأي شهيد داست الخيل صدره ومش، فأي شهيد داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول.
إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.